قضية المرور هذه قضية مشكلة جدا، ولكن يعني أكون صريح، أصحاب الحل والعقد لا يريدون حل هذه المشكلة ويشق عليهم حلها، لأن الحل أول أمر في منع الخمور. أساس المشكلة وجود الخمر، تعاطي الناس الخمور، فلو أرادوا حل هذه المشكلة لعل جزء كبير، نسبة كبيرة منها تنحل بمنع الخمور، ولكن القرار السياسي لا يريد ذلك مع الأسف الشديد، وإنما يريد أن تبقى الخمور كما هي مع الإضرار الكبير يعني التي تنجم عن معاطاة الخمور، أضرار لا تتصور. وأنا لا أدري ما هي المصلحة في هذا الأمر. لو قدرنا وزننا من ناحية مادية، مع أنها مهما كانت من مصلحة متصورة فهي غير مقرة شرعا، الشرع لا يقر بأن هناك منفعة من الخمر. لو كانت هناك فائدة مادية، هذه الفائدة الله تبارك وتعالى عنها، فكيف الشيء الذي لعنه الله سبحانه وتعالى تكون وراءه جدوى؟ لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وأكل ثمنها، هذه كلهم لعنوا بنص الحديث الشريف. يعني فكيف تكون هناك مصلحة؟ أول قرار يجب أن يكون هو منع الخمور. وأنا كتبت للمسؤولين وخاطبت مسؤولين جميعا وأعذرت إلى الله، وقد كتبت إلى بعضهم بهذه العبارة: أذكركم يوما تقفون فيه أمام الله، يوم لا يغني مولا عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله. ولكن ما أجد هذا شيء، يعني يعتب الذين كتبت إليهم هذه الرسالة وخاطبتهم بهذا الخطاب جاءوني في المكتب قال: نحن بنعالج القضية بالحكمة ونريد الهدوء فيها. طيب سلمنا هدأنا، ولكن ما كان أي علاج إلى الآن. ولا تزال الخمور يعني تعتبر مظهر عندنا من مظاهر المدنية، مظهر حضاري، مظهر حضاري أن يعود الإنسان إلى حالة البهيمة الأجماء، يعني هذا هو المظهر الحضاري. ولو قدرنا هناك منفعة بسبب السواح وهكذا، طيب ما مقدار هذه المنفعة في مقابل خسارة، في مقابل خسارة الأنفس، في مقابل خسارة يعني الصحة، في مقابل خسارة هذا العدد الهائل الذين تذهب أرواحهم ضحية حوادث السير الناجمة عن شرب الخمور. ثم بجانب هذه الدولة كم تخسر في علاج هؤلاء؟ هذه الأعداد الهائلة التي تسير إلى المستشفيات، كم الدولة تخسر في علاجهم؟ بجانب ذلك أيضا تتعطل أعمالهم، تفقد طاقات بسبب هذه الفاحشة العظيمة، بسبب هذا المنكر الكبير. طيب